عمق دخالت‌های رژیم ایران در عراق. تلویزیون الجزیره. تلویزیون الجزیره در برنامه‌ای با نام فل عمق دخالت‌های رژیم در عراق را مورد بررسی قرار داد. عدی زیدی رئیس جنبش مردمی برای نجات عراق از جمله گفت: من كافة ما مخلفات الاحتلال الأمريكي من عملية سياسية من نفوذ إيراني أنا أتحدث إليك من محافظة ذي قار ومن الطائفة الشيعية العربية وربما هذا الحديث سأعتقل بسببه وربما أقتل فأتمنى أن تعطيني مجال لأتحدث بتفصيل عما جرى لنا ويجري في جنوب العراق أقسم الاحتلال الإيراني إلى أربعة أقسام تغيير فكري وديموغرافي واحتلال اقتصادي وسيطرة أمنية التغيير الفكري هو جعل أكثر من 10 ملايين شيعي بخلفية إيرانية ونحن شعب عراقي مسلم جعفري عربي لا ننتمي إلى إيران ولا نقبل أن ننتمي إليها لذلك هي بدأت بتصفية الرموز العربية العشائرية والتكنوقراط والمثقفين في جنوب العراق الرافضين لهذا التغلغل والرافضين للتغيير الفكري للشعب كيف العراقي كيف التغيير الفكري أخ عدي؟ شلون التغيير الفكري؟ نعم. يعني وضحنا فسرنا ايش تقصد بالتغيير الفكري؟ نعم نعم هو أنا أريد أوضح لك نعم التغيير الفكري هو عن طريق طبعا هي لديها مسارين المسار الأول عن طريق رجال الدين المحسوبين على ولاية الفقيه الذين يريدون أن يحولوا جنوب العراق إلى تشيع صفوي تكون ولاية الفقيه هي الخلفية الأساسية له أما الثاني وهو هذا الأخطر هو فتح حوزات لصغار السن وهناك أيضا مدارس تستغل مادتي الفنية والرياضة وأنا جئت بكثير من الملفات أعطينا أمثلة أخو عدي مدارس بالأسماء أعطينا أمثلة نعم أمثلة نعم نعم مدرسة السياف في البصرة مدرسة الإمام الصادق في الناصرية مدرسة الإمام الهادي في الرفاعي مدرسة بنت الهدى في الشطرة مدرسة قتيبة في السماوة مدرسة ثورة 20 في الديوانية طبعا هناك عشرات المدارس بأمر من المدير تخصص حصة الرياضة والفنية لرجل دين من المنطقة يأتي ليبث السموم في هؤلاء الصغار كي يحولهم من المذهب العربي الجعفري الذي هم عليه إلى ولاية الفقيه وهذا أخطر ما لدينا وهناك أيضا التغيير الديموغرافي وهو تصفية جميع العشائر أو تهجيرهم بالتهجير القسري خصوصا العشائر السنية من وهذا بدأ قبل عامين واستفحل الآن بعد أن بدأت ما يسمى بالربيع العربي والثورات العربية وهناك إعلام أدار ظهره للعراق وما يجري للعراق وهناك أيضا أنظمة عربية للأسف الشديد تشارك ولو بصورة غير مباشرة بما يجري لنا بسبب تركها للعراق أبواب مفتوحة لإيران وتغييرها وهناك أيضا الاحتلال الاقتصادي لا توجد الآن أي سلعة استهلاكية إن كانت مواد كهربائية مواد إلكترونية أو خضار أو فواكه إلا أن تصنع بإيران وتأتي من إيران أصبحت الآن الأسواق في جنوب العراق غارقة بالبضاعة الإيرانية التي هي أقل سعراً وهي طبعاً من المواد التالفة لكن بسبب الفقر وبسبب الحاجة يتوجه أبناء جنوب العراقي من الثلاجة ومن التلفزيون ومن المواد الغذائية والطحين وما شابه ما هو حجم الرفض الشعبي بين أوساط الشيعة العراقيين لهذا الأمر ما هو مدى قبولهم لما تقوله أنت الآن من خطاب ومن موقف بالتأكيد الرفض الشعبي حاضر وعندما تخرج مظاهرات في الناصرية وللأسف الشديد لم يكن هناك إعلام ليصور كيف أسقط المتظاهرون صور خامنئي في منطقة الحبوبي وأور وكنت أتمنى أن يصورها الإعلام لا تستطيع إيران تغيير لغتي ولا تستطيع إيران تغيير فكري أنا أمثل الشريحة الكبيرة من الشباب العراقي في جنوب العراق وأدخل على الفيسبوك وأنظر ماذا يقولون نحن ننتمي إلى أمة عربية قوامها 3 مليون نسمة وننتمي إلى أمة إسلامية قوامها 1 مليار أنت يعني في بداية الكلام قلت أنا ممكن أتعرض لي يعني الله يحفظك تقول قتل ولا تصفية ولا استهداف هل يتم استهداف أمثالك أي صاحب خطاب عراقي
وطني، خاصة إذا كان من الشيعة في جنوب العراق، كيف يتم استهدافه؟ هل في أمثلة؟ بالتأكيد نعم، لدينا الشيخ ماجد الحشيمي رحمه الله، قتله هو وابنه عدي بسبب مواقفه. هذا رجل كان يقول نحن أمة العرب لا أمة الفرس، ومقولته مشهورة عندنا في الناصرية. اغتيل على طريق البطحاء. لدينا المرحوم مهدي الضميدعي، هذا مهدي رجل معلم، ورفض رفضا قاطعا دخول أحد الشيوخ إلى المدرسة لإلقاء خطبة. قتل في اليوم الثاني في منطقة البدعة في الناصرية. هناك أمثلة كثيرة لا حصر لها، ولكن وأنا أتمنى من جنابك أن لا يكون برنامج واحد، وهناك كثير من المراجع العرب الذين صفوا، ومن المشايخ العرب رجال الدين صفوا بسبب أنهم لا ينتمون ولم ينتموا إلى ولاية الفقيه.